يا جي بي تي، يا جي بي تي تعالى بسرعة، أنا عاوزك في موضوع مهم. نعم يا عم فشران، اديني جيت لك اهو. لا ما ينفعش كده، تعالى بقى معايا عشان الموضوع ده عاوز مخمخة، دي حاجة مهمة جدا عاوزك تعملها لي. بص بقى يا جي بي تي، أنا عاوز أشتري خروف، بس خروف يكون كويس جدا، وأنت أكتر واحد هتعرف الخروف ده علشان احنا هنذبحه على العيد. وديت يعني محتاجة جي بي تي؟ ما الخرفان موجودة في كل حتة، ب25,000 جنيه تقدر تجيب خروف حلو. لا لا انا عاوز حاجة اقل من كده شوية. اشتري يا سيدي السوداني، هتلاقيه ب15,000 جنيه بس. لا 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 يعني لو في حاجة اقل من كده كمان شوية. طيب بلاش خروف، اشتري جدي أو معزة أقل من كده شوية، ممكن تعمل من 8 ل 10. لا 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 يعني معلش معلش لو في اقل من كده شوية. أنت معاك كام يا ده فشران؟ بصراحة بصراحة انا محوش 500 جنيه. 500 جنيه؟ يا دول ما يجيبوش اللية بتاعت الخروف. ما هنا لازم ادبح حاجة باربع رجلين. يا ابني الحكاية دي سنة مش فرض، يعني أدام ما معاكش فلوس ممكن ما تعملهاش. انت بتتكلم جد؟ آه طبعا، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين، كبش عن آل محمد وكبش عن الأمة الإسلامية كلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكفل عن المسلمين بالسنة دي لغير القادري. بس انا برضو عاوز اذبح بال500 جنيه دي. يا ابني ال500 جنيه دول ما يجيبولكش أرنب، وأرنب مرضان كمان، الله يخرب بيت اللي عرفك طريق جي بي تي.